هدخل على الدكتور النفساني. قالوا ان رانيا يوسف بعد ما عملتي دورك في اهل كايرو بتروحي لدكاتره نفسيين. صافي سليم تعبتني جدا وكأبتني، لان كل مشاهدها كانت صعبه قوي، وانا البنت كانت صعبان عليا، يعني لما بقراها على الورق بحس اني شايفاها جدا. وكانت الفرخه طول الوقت اللي بتبيض ذهب للناس كلها وبتحاول تسعد كل اللي حواليها، وهي نفسها مش عارفه تبقى سعيده. وليله ما قررت انها تبقى سعيده اتقتلت. بعد صافي سليم رحت شويه للدكتور وابتديت. رحتي قلتي له ايه؟ انا تعبانه من دور بمر بيه، يعني بعمل دور جديد في حياتي. قلت له مخنوقه من حاجات كتير، مشاكل، ادوار، مسؤوليه كتيره. يعني ما كانش بس عشان الدور، كانت بشكل عام. رانيا يوسف كانت بتمر بحاله نفسيه زي كل الستات، لما فجاه بتلاقي كل حاجه فوق دماغها. يمكن جوازاتك وطلقاتك كتير هو ده ممكن يكون اثر نفسيا على رانيا يوسف. يعني لا بالعكس، ما كانش ساعتها ده السبب، لكن زي ما بقول لك انه طول الوقت انت الستات في مصر مهضوم حقها او مقهورين قوي بجد، لانه انت طول الوقت بتحاولي تبقي بيرفكت هنا وهنا وهنا وهنا، بس ما حدش بيسالك انت مرتاحه في ايه، ما حدش عايز يسيب لك المساحه دي. طب هل زوجك الاخير مديكي مساحه السعاده او الليالي البيضاء اللي رانيا يوسف تحلم بيها؟ بيحاول وانا كمان بحاول. رانيا يوسف صعبه الارضاء؟ بالعكس خالص، سهله جدا، ومن كتر ما انا سهله بقيت صعبه، يعني من كتر ما انا طلباتي في الحياه سهله جدا وبسيطه جدا، بقى اللي عايز يرضيني مش فاهم ايه بالظبط اللي بيرضيني. طيب بعد ما صورتي مسلسل الإخوة، المسلسل ده يعني مشاهد بشكل كبير جدا، يمكن طلع مشاكل كتير قوي، وقالوا رانيا يوسف سابت المسلسل واستبدلوها بميسة حمدان. ايه اللي حصل بالظبط في المسلسل؟ بسبب سوء التخطيط الفظيع اللي كان من قبل شركة الإنتاج، ما كانوش مخططين كويس خالص. رحت كنت بقعد بالعشرة وخمستاشر يوم ما اشتغلش في ابو ظبي، وسايبه اولادي وسايبه جوزي هنا على اساس ان انا هروح اصور. كل مواعيد التصوير دخلت في مواعيد تصوير مسلسلات رمضان اللي هي السبع وصايا والصندوق الاسود. حاولت ان انا انسق المواعيد بيننا وبينهم، كنت بروح مره اشتغل والمره الثانيه اروح اقعد بالاربع والخمس ايام ما بشتغلش. اكتشفت ان انا بضيع وقت كتير جدا وهم مش ملتزمين في المواعيد دي. نمبر 1. نمبر 2، هم ما التزموش معايا بكتابه اسمي في التتر بما هو متفق فيه في العقد. يعني انا كنت كاتبه في عقدي ان انا اول اسم مصري هيتكتب في فريق العمل المصري. ده ما مين مصريين معاكي في المسلسل؟ معايا احمد فهمي، معايا مدام رجاء الجداوي، نشوى مصطفى، نرمين ماهر، بس دول معقوله كلهم اتكتبوا قبليكي؟ كلهم اتكتبوا، يعني في عدم التزام حصل من قبل الشركه المنتجه، فبالتالي انا حسيت انه مش هينفع اكمل. بلس زي ما قلت لك ان انا عقدي خارج موسم رمضان، ولو انا باخد في رمضان 10 قروش خارج موسم رمضان باخد 5، فما ينفعش اكمل في موسم رمضان. اولا لان كان عندي السبع وصايا والصندوق الاسود والشركتين انا متفقه معاهم ان انا ما عنديش غير مسلسلين بس، ما كانش ينفع يبقى في مسلسل تاني. فانسحبتي من المسلسل؟ انسحبت. لكن ما استبدلوكيش بميسة حمدان؟ انا اللي انسحبت. انت اللي انسحبتي.